عندما تقترب النفخة الأولى يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير، لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي، ليس على ظهرها احد حي الا الله. الكل نام تحت التراب، لا روسيا ولا امريكا ولا المانيا ولا انجلترا ولا الصين ولا فرنسا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. وعندما تخلو الدنيا وتبدل الارض غير الارض والسماوات، يقول الله تعالى: يا ملك الموت من الذي بقي من الخلائق؟ الانس ماتوا والجن ماتوا والملائكة ماتت. الملائكة عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة لسنا نفوسا وانما نحن ارواح طاهرة. فنزل قوله تعالى كل من عليها فان، قالت الملائكة لسنا على الارض انما نحن سكان السماء. فلما نزل قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون، خرت الملائكة ساجدين لله وقالت سبحان من له البقاء وحده. ماتت الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت يسأله الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ يقول إلهي لم يبق الا جبريل ولو واسرافيل وعبدك الماثل الان بين يديك. فاقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت، فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل واسرافيل وانا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت، فيقبضها. اقبض روح اسرافيل يا ملك الموت، فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت، فيقول لم يبق الا انا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله مت يا ملك الموت، موت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لخلقت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد. ويموت ملك،
وانظر الله الى الدنيا وهي خاوية على عروشها. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والاشار عطلت والبحار فجرت والنفوس زوجت. السماء كشفت، الجنة أزلفت، الجحيم سعرت. ينظر ربك إلى الدنيا وهي خالية فيقول: يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين بحارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟